قدمنا مباراة كبيرة، اللاعبين ما قصروا، الجهاز الفني ما قصر. واجهنا صعوبة شوية في الملعب في الجو بحكم انه صعوبة الأرضية شوية، بس الحمد لله قدرنا نطلع بالنتيجة المهمة اللي هي 3 نقاط. مبروك لجمهورنا، مبروك للاتحاد العماني، الجهاز الفني، اخوان اللاعبين، يعطيهم العافية. اعتقد المباراة كانت مهمة، 3 نقاط فيها. الظروف اللي صارت في المباراة، امطار، أرضية الملعب لك عليها شوي، لكن الحمد لله رب العالمين. كنا متعهدين احنا كلاعبين اليوم نطلع ب3 نقاط، الحمد لله رب العالمين. شباب ما قصروا في أرضية الملعب، عملوا كل الأشياء اللي طلب منهم مدرب الفريق، الحمد لله. باقي عندنا مباراة راح تكون مع منتخب قرغستان، مباراة مهمة. فريق احنا خسرنا معاه في المباراة الثانية في التصفيات. اعتقد لنا دين راح نرجع ان شاء الله مع منتخب قرغستان، ونتمنى ان شاء الله وقفة الجمهور معنا في المباراه هذه باذن الله. حققنا نتيجه ايجابيه خارج ارضنا، يمكن كان الامطار اثرت على ارضيه الملعب، لكن الحمد لله اهم شيء النتيجه الايجابيه. الحمد لله المدرب يعطي اكثر من لاعب كمان فرصه، واللاعبين اغتنموا الفرصه، وان شاء الله عندنا مباراه في مسقط وباذن الله نحقق نتيجه ايجابيه. الحمد لله دائما وابدا. الحمد لله كنا لاعبين مكملين بعض، وكنا يد وحده واسره وحده. ان شاء الله في الايام القادمه بنوعدكم من المزيد من الاداء. اليوم صحيح ان الامطار جميله بس ما خدمتنا، لان الملعب شويه ما زين في الامطار، بس الحمد لله رب العالمين اكتسبنا النقاط 3 وضمننا التاهل لكاس اسيا.